تتضاءل الآمال في وقف المعارك في سوريا الجمعة المقبل في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وتركيا. أنقرة التي تؤيد تدخلاً برياً بمشاركة حلفائها ردت مدفعيتها على إطلاق نار وحدات حماية الشعب الكردية من سوريا لليوم الرابع على عمليات القصف التركية. وفي وقت أكدت تركيا أن 4 طائرات سعودية تصل إلى قاعدة أنجرليك في نهاية شباط، أعلنت تركيا انقطاع الاتصال الدبلوماسي مع روسيا منذ اجتماع وزير خارجيتها ونظيره الروسي في كانون الأول الماضي. من جهة أخرى نفى الكرملين الاتهامات إلى روسيا بقصف مستشفيات شمال سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع أن أسطول بحر قزوين لا يملك قدرات إطلاق صواريخ باليستية تضرب مستشفى في إدلب. وفي وقت حذر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف من أن نشر السعودية قوات في سوريا سينتهك القانون الدولي، وصلت القوات العسكرية المشاركة في عمليات رعد الشمال إلى مدينة حفر الباطن شمال السعودية، حيث يتم تمرين عناصر من 20 دولة عربية وإسلامية إضافة إلى قوات درع الجزيرة. أما في دمشق فبحث المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم سبل إدخال المساعدات واستئناف محادثات السلام الشهر الجاري. ميدانيا تواصل القوات الكردية تقدمها في حلب بعدما سيطرت على مدينة تل رفعت شمال سوريا، في حين تجري قوات سوريا الديمقراطية مفاوضات للدخول من دون قتال مدينة مارع التي تعتبر ثاني أهم معقل للفصائل المقاتلة في محافظة حلب.